اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيفي وضيف حضراتكم في هذه الفقره، النجم الكبير الكابتن احمد فوزي. يا دكتور احمد فوزي، زي ما حضراتكم عايزين تقولوا له قولوا له. ازيك يا ابو حميد؟ حبيبي يا كابتن، اخبارك ايه؟ ازي صحتك انت؟ اخبارك ايه؟ ده نورك يا حبيبي، كله كويس؟ يكرمك. الحمد لله زي الفل، الحمد لله. بنسمع حاجات غريبه اليومين دول، انت لسه كنت بتقول لي بنسمع في العموم يعني حاجات غريبه جدا. دي حقيقه. النادي الاهلي بيتعرض لامور غريبه جدا، في سكريبتات بتبقى موجوده. والله بجد يا ماشي ماشي، انا معاك. مش ده وجهه نظري، ان في سكريبتات بتبقى موجوده. اطلع قول ان الاهلي بيتجامل، اطلع قول ان الاهلي بيحصل فيه 1 2 3، بغض النظر عن ايه اللي بيحصل في الماتش. والله بص، انا معروف طبعا في قناه ايه يعني. اكيد اكيد. من غير ذكر اي حاجه، بس هي سكريبتات كوميديه اكثر منها حقيقيه. حقيقي. يعني ممكن تجيبها في موجه كوميدي، نايل كوميدي، انما على وجه الحقيقه السكريبتات انا ماليش دعوه، اللي بيقول يقول بقى. طبعا. هو انا بس هسال سؤال، انت كراجل كبير وصحفي قدير، ما فيش اي ذره من البحث قبل ما تخش تقول حاجه على الهوا؟ طب اللي قدامه مش عارف هو داخل يتكلم في ايه؟ يعني انا وانت دلوقتي جايبنا يا كابتن اسلام، فالمفترض ان في كلام سكريبت انت بتقوله، وعارف انا انت هتقول ايه، وانت المذيع. فانا دلوقتي انا بقول اسمعني بس، مش حد حاططه. لا انا بس بتكلم جد. انت حد حاططه لك من الاعداد، ما في الاخر. لا هو مش هو حد هاططه له من الاعداد، ده حد هاططه له من الاداره. لا ماليش دعوه بيه. فانت المفروض لما بتسالني في حاجه تبقى عندك الرد، انما تسالني وانا لما ارد عليك والله الكلام ده حصل. يا سلام. قال يعني انت ما اتفرجتش سعادتك على الماتشات مثلا؟ طيب دي مشكله عندك انت في الاعداد، ومشكله عندك انت كمقدم برامج. اللي استاذ الضيف اللي موجود، انت مش عارف ان الكلمه دي مسؤوليه هتلاقي بيها ربنا؟ خلي بالك، في ناس كتير ممكن ما تكونش اتفرجت على الماتش وتصدق كل الكلام اللي انت قلته مع ان ما حصلش منه اي حاجه. فيعني الموضوع في الاول وفي الاخر الجماهير بتشيره حتى على السوشيال ميديا عشان تضحك. وحتى الجماهير، في ناس كتير من الجماهير المنافسه برضو بتزعل لحاجه زي كده، لان دي حاجه بتمسهم. زي ما احنا لو انا طلعت قلت كلام وحش دلوقتي اكيد دي حاجه تمس النادي. انت عارف انا لما انا بحب الناس ايه؟ يعني انا مثلا هنتقد احمد فوزي، فبقول احمد فوزي لابس النهارده جاكيت كحلي، فانا مش عاجبني الجاكيت الكحلي مثلا يعني. تمام. فاهم؟ فده حاجه منطقيه. ليه؟ لان انا شفت الجاكيت ومش عاجبني. بالظبط. فبقول لك ان الجاكيت فيه 1 2 3 لازم تحسنهم علشان تبقى كذا. اكيد. فانت تطلع ترد عليا تقول لي لا والله اصل الجاكيت الابيض اللي انت لابسه ولا البيجي اللي انت لابسه ده ما ينفعش يتلبس كده، لازم يتلبس بالطريقه الفلانيه، يتلبس بالعرض مثلا يعني. والله بجد. ايوه انا فاهم. عايز انت عايز تقول ايه؟ يبقى في اسلوب واحترام وحاجه الاول. احترام متبادل. الاول قبل اي حاجه، قبل كل ده، في مصداقيه في الفكره. طبعا. في طرح الفكره اصلا. صحيح. مصداقيه في طرح الفكره. صحيح. وبعد كده نتناقش. صحيح. انما ما تبقاش الفكره بهتان وحاجه غير بهتان، ده اللي هو تعديه الكذب، بعديه على طول بهتان. فما تبقاش الموضوع بهتان ونقعد نتناقش فيه. يعني صحيح. مثلا ما اجيش اقول لك اصل الفراخ بترخص وانا برمي الفراخ. اشمعنى الفراخ يا عم؟ لا لا يعني انت بتقول ايه؟ مش قصدي حاجه. ماشي كمل. بلاش المثل بتاع الفراخ. بلاش يا عم، بلاش موضوع الفراخ، سيبنا من الفراخ، نخش على الساعه. اصل ده سويسري والساعه سويسري، وانت المدرب بتاع الاهلي ايه؟ فرنساوي. يا راجل فرنساوي؟ لا ده سويسري. ايه ده؟ ما هذا الضحك؟ ما هذا الضحك؟ في ناس كتير في عملوا كده. بص عشان بس ما نروحش في حته. انا عارف طبعا. بننتقد احنا مش بننتقد غيرنا، احنا بننتقد الخطاب الاعلامي زي ما احنا المفترض ان احنا بننتقدهم، ما ينفعش نحذو حذوها. صحيح. تمام. صحيح. فانا مش هتكلم على حد بعينه، ولكن بقول للناس بشكل عام. خلي طرح الفكره معقول، وبعدين نتحدث فيه، وبعد كده ناخد منه الافكار اللي احنا عايزين ننفذها على ارض الواقع. اوكي. اكتر من كده مش عايزين نعدي بقى ونخش في زمم ونخش في حاجات مش حقيقيه. في الاول وفي الاخر انت اللي بتاخد ذنوبها، والجمهور اللي بيتفرج عليك بيضحك عليك، وبيبقى منظرك غير سوي. حقيقي. وكرة القدم دائما او الرياضة عموما تدعو للاحترام والسلام، يعني لا تدعو لشيء اخر. أكيد. الرياضة دائما. أكيد. تدعو للاحترام والتنافس مع الاحترام. التنافس طبعا. التنافس طبعًا. مع طبعًا. الاحترام والسلام والمحبة. حقيقي. يعني انا هقول لك البعد عن التعصب. دي ملهاش دعوه بالتعصب، بس انا لا يمكن يحصل تعصب
في حاجة أنت شفتها وأنا شفتها ومحمود شافها وزيد شافها، يعني إيه؟ يعني إحنا الأربعة شايفين حاجة واحدة وبنتكلم فيها وبنتناقش، نعم. بناخد وجهات النظر ونتناقش فيها، إنما أنت تقول أنت شفت حاجة والتلاتة التانيين ما شافوهاش، لا يبقى المشكلة عندك أنت. صحيح. يبقى الطرح في حد ذاته عندك أنت غلط، وأنا شايف إن يعني لو أنت يعني على الأقل نتعلم من المغرب واللي بيحصل في المغرب مثلا، لازم ما احنا اللي بيحصل في قطر ده لازم يكون انت تعالى اتفرج على قناتين ما شاء الله عاملين ازاي، مش عشان ما نقولش بس ده اعلان للقناتين ولكنهم اكبر قناتين مثلا بي ان والكاس في ماتشات كاس العالم، تعالى اتفرج على الطرح وتعالى اتفرج على الشغل. انا عايز اقول لك حاجه، مذيع الشارع لما كانوا بيلعب فرقه البرازيل بتلعب في الكاس بيجيبوا المذيع بيتكلم لغه عربيه وبيترجم برازيلي، يروح ماتش الارجنتين يترجم ارجنتيني، يروح ماتش المانيا يعني كل مذيع فيهم عنده 3 4 لغات عشان يشتغل. طب ما هو ده دي طبيعي. اساسيات، ده الطبيعي. صحيح. ده اساسيات. صحيح. صح ولا لا؟ صحيح. طب احنا بقى لسه بنتناقش في الفرخه ولا البيضه ولا الكتكوت، لا يعني لازم 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 يبقى الكلام، لازم الموضوع يعدي الكلام ده لازم بكتير. لا لازم يبقى كل حاجه ليها اصول، كل حاجه ليها ثوابت، كل حاجه تبتدي تشتغل عليها تشتغل بعلم ومعرفه مش بعشوائيه مطلقه. تمام. نروح بقى لكره القدم. اولا قبل بس ما اكلمك بشكل خاص، لكن عايز اسالك عن اهم ما يميز السنه دي الدوري من وجهه نظرك في حراسه المرمى. يعني احنا انت تفرج، انا عارف ان انت بتتفرج على كل الماتشات تقريبا، الماتشات اللي اتفرجت عليها هل شايف عندنا ضعف في حراسه المرمى في مصر عموما، ولا شايف ان لا احنا عندنا 1 و2 و3 و4 و5 و10؟ طيب عشان ما نظلمش الحراس دلوقتي، انا شايف ان الموسم لما ابتدى قبل التوقف كان كويس قوي قبل التوقف، انما التوقف بتاع كاس العالم او الفتره اللي قعدنا حوالي 17 18 يوم، في ناس خدت شهر اكتر كمان، اثرت على الحراس بالسلب. دي وجهه نظري. اعتقد ان الموسم السابق الحراس كانوا احسن من الموسم ده. الموسم ده لسه في مرحله زي ما بيقولوا كده ايه، او احنا ده تاني ماتش تقريبا او تالت ماتش بعد الرجوع، فلسه الحراس ما وصلتش للفورمه الرئيسيه بتاعتها. أوكي. ولكن في العموم انا مش شايف حد على مستوى اللي هو الايه المستوى العالي قوي قوي قوي، غير يمكن عشان يعني ابقى منصف محمد عواد. محمد عواد هايل بصراحه، انا شايف انه يعني احسن واحد دلوقتي موجود في المسابقه، يجي من بعديه طبعا الشناوي. بس الشناوي لازم يعني نصيحه ليه، لازم يتعامل كل المباريات كانه ما عندوش رصيد، لان احنا عارفين قيمه الشناوي. بس الشناوي في الماتشين الاخيره تحديدا ما كانش موفق. ما تزعلش بس بالظبط، ما هو ده انا عايز عايز بقى كويس ان حضرتك فتحت هذا الامر. الشناوي ما كانش موفق. تمام. حلو جدا. تمام. انا سالت مره قبل كده كابتن احمد ناجي مثلا. تمام. كابتن احمد ناجي هو شيخ المدربين في هذا الامر أستاذ. طبعا كبرنا يعني. قلت له يا كابتن ناجي، قال لي بص، ما فيش حارس في الدنيا لا يخطئ. بالظبط. ولكن كل ما تقلل اخطائك وتزود زمنية. أيوة، مسافات زمن المتباعده، المسافات المتباعده، هيبقى انت حارس كبير. تمام. طيب هل الشناوي بينطبق عليه هذا الامر ولا لا؟ طبعا. بس خلاص طبعا. يبقى احنا متوقعين اخطاء، متوقعين اخطاء ولكن قليله وفي ازمنه كبيره، صح؟ طيب ده اللي انا بقوله، ده اللي انا بتكلمه صح. طيب. ولا غلط؟ احنا يعني فكت الكره ايه؟ كاس العالم. طبعا. تعال شوف كاس العالم، الحراس الكبار كلهم طلعوا فرقهم. مانويل نوير صحيح، على رأيك ماتش اليابان كان سبب رئيسي في الخساره، الماتش اللي خسروه في اسبانيا كان سبب رئيسي. تعال شوف كورتوا ما كانش موفق في ماتشات بلجيكا الثلاثه وخرج بالفرقه. بص حراس كبير، نافاس شال 7 تجوان في ماتش واحد بتاع اسبانيا. صحيح. الحراس الكبيره ما كانتش موفقه، يمكن ظهر لنا ليفاكوفيتش بتاع كرواتيا، وظهر لنا اكيد بونو، وظهر لنا ايماليانو مارتينيز. بس الكلام ده انا جيت معاك قبل البطوله وقلت لك على دول، وقلت لك على مارتينيز تحديدا، صح؟ يعني اللي انا عايز اقوله ان ما فيش حد ما بيغلطش. ايوه. بس كل ما فترات الزمن ايوه تطول وتختلف في الاخطاء، ما يبقاش خطا ثابت. اوكي. يعني ايه؟ زي مثلا احمد مش عارف يمسك الكوره، فكل مره كل مره هتقع منه
فتخش جول. أوكي. لا يبقى ده خطأ فيه هو ولازم يعالجه. حلو. لو الخطأ ده ما عرفش يمسك الكرة والكرة اللي بعدها توقع غلط او تعامل مع الكرة غلط يبقى ده خطأ، ده خطأ آخر. ده خطأ آخر ماشي، يبقى كده ده حارس كبير على زمانات، على مسافات زمنية متباعدة. حلو جدا، وده اللي بنشوفه في الشناوي. ده أكيد، ده تقصد أكيد ده اللي أنا شايفه في الشناوي. أوكي. وأكيد الشناوي عارف ده كويس طبعا، وأكيد بيشتغل عليه. على فكرة الشناوي أنا قابلته من فترة كده، من شهر ولا حاجة، فكنت بتفرج على التمرين يعني، فشايفه من المرات اللي انا بتفرج على التمرين بشوف اللعيبه بتتمرن ازاي والحراس تحديدا بيتمرنوا ازاي. انا كنت بشوف عصام مثلا الحضري كان بيتمرن وهو عنده 40 سنه زي ما كان بيتمرن وهو عنده 18 سنه. انا اعرفه من هو عنده 18 لغايه لما بقى 40 ولا 45، فنفس طريقه تمرينه في ال 40 هي 18. تمام. خلاص. فلقيت الشناوي كده من الناس اللي بتتمرن، وبعدين ايه يعني دايما بيخش اخر يعني في ما بيستناش مثلا ياخد الاول عشان يبقى هو الكبير وبتاع والكلام الفاضي اللي بيحصل ده في حته تانية بنشوفها. لكن لا، انا اقصد ان هو دايما بيبقى عايز اتمرن وخلاص، بس عايز اركز في تمريني، ما بيبصش بره. يعني انا قعدت انده عليه، مش بنده عليه عشان انا بنده عليه عشان اشوفه مركز ولا مش مركز. تمام. لقيته ما مش باصص لي، مش انت، انت مش وقتك ده، انت مش موجود، ده مش وقتك. انت مش موجود. بالظبط ده وقت التمرين بتاعه. فكده عرفت ان الراجل ده بيتمرن كويس. اكيد اكيد. فده معناه من الناس، من الناس خلي بالك الاربعه، عشان ما بقاش الاربعه الاربعه بيتمرنوا بغل. غل مش معنى غل، لا يعني بحماس. صحيح. بحماس زايد. صحيح. الحماس الزايد ده بيأثر عليهم كلهم بالايجاب. اعتقد ان النادي الاهلي مش، انا شايف انه مش محتاج حارس ولكن محتاج تدوير. انا فترات بعيده لازم ادي علي شويه ومصطفى، دي وجهه نظري. اوكي. ماشي. لا حقك، لان اتفضل. الاربعه طبعا. الاربعه حراس كويسين. حتى انا بقول الاربعه لان حمزه علاء زيهم برضه. هاي الحمزه. فالاربعه كويسين، ولكن احنا محتاجين ان احنا على فترات متباعده كل 3 4 5 ماتشات ندي واحد منهم في الدوري. تقصد في الدوري وفي الكاس وفي كل البطولات. ليه؟ عشان رجليه تبقى في الملعب. خلي بالك الشناوي برضه في اوقات بيتصاب فيها غصب عنه، ده شيء طبيعي. فانا لازم اكون محضر التاني. هكون محضره بالتمرين، ولكن لعب الماتشات الرسميه حاجه تانية خالص. دي وجهه نظري. اوكي. ماشي. نرجع بقى للحراس بتوع الدوري تاني. عشان ما نظلمش حد، امبارح الولد شيكي عمل ماتش كويس جدا. هاي. قدامنا. هاي. قوي قوي. تعالى يعني محمود جاد يمكن اوحش موسم لمحمود جاد. الحقيقه محمود افضل من كده بكتير. بكتير جدا يعني جدا. انا شفته حتى النهارده المصري كان بيلعب المقاولين النهارده. برضه يمكن الهدف الاولاني حلو قوي بصراحه. يعني لا مش الهدف بس، يعني في العموم يعني هو تحركاته محمود احسن من كده. بالظبط. يعني بكتير احسن من كده بكتير. بكتير. صحيح. تعالى نتكلم مثلا على النقيض محمود ابو السعود، عامل موسم هايل مع كابتن شوقي غريب. هايل مع كابتن طارق سليمان. السنه اللي فاتت ما كانش كويس. انا بقول لك السنه دي. انا بقول لك السنه دي. برافو عليك. مع كابتن طارق سليمان وكابتن شوقي عامل موسم هايل لحد دلوقتي. صحيح. مش عايزين بقى ننسى حد. تعالى نفرق سموحه طبعا الهاني ماشي معاهم مميز، ولكن الفرقه كلها مش نفس طريقه اللعب. فاعتقد ان في دروبات صغيره عند الهاني الى حد ما. ممكن نقول مثلا بيراميدز. لا الشناوي ماشي كويس قوي. احمد الشناوي هايل. بالامانه ماشي. لا حارس مرمى جيد. لا بالامانه ماشي كويس قوي. ابو جبل ماشي كويس في البنك الحقيقه. يعني يعني رغم ان البنك اتغلب في المباراه الاخيره. لا سيبك من الخساره من عدمها. انا اللي يهمني في الجون الاداء 90 دقيقه. ما انا بقول لك شيك امبارح ما هو خسر، بس ايه الاداء في ال 90 دقيقه. يعني انا شايف امبارح ان شيكا الغلطه الوحيده اللي عملها في المباراه من وجهه نظري الكره اللي طلع فيها على سافيو ووقع عليه، وكانت ممكن تتحسب ضربه جزاء وكان فيها شك. صحيح. بس ده النهارده انا هو كلمني النهارده والله الامان قلت له دي ده الخطا الوحيد في 90 دقيقه. مين؟ بس شيكا. محمد سعيد شيكا. اللي هو بتاع كان عامل ماتش هايل. صح. كويس جدا، بس برضه خطا ما يبانش قوي للناس، ولكن انا كلمته فيه. هي القصه في ايه؟ القصه ان انت مش لازم في الاداء تبص على كل كره على حده. صحيح. تبص على مجمل 90 دقيقه. 90 دقيقه. وبعد كده مجمل 3 4 ماتشات عشان تشوف الشهر ده مين اللي ماشي كويس. عشان كده انا بقول لك عواد هو احسن واحد موجود دلوقتي. حقيقي. في الفتره دي. لا لا ما طبعا ما طبعا ما من غير خلي بالك احنا مش في قناه الاهلي اهو. محمد عواد ده لاعب الزمالك. ده حقه يا كابتن اسلام. بالظبط. ما حدش يقدر يجور على حقه. حدش يقدر يقول بالظبط كده. لا بصراحه شايل شايل فرقه الزمالك جدا جدا جدا، وعامل معاهم موسم كويس. يعني بص من اخر الموسم اللي فات هو كان شايلهم اخر 7 8 ماتشات السنه اللي فاتت، والسنه دي بادي معاهم كويس جدا. واعتقد هو يعني ماشي في طريق مميز. جنش يا جماعه مع فيوتشر عامل موسم كويس قوي 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 بصراحه.
يعني دول يمكن اكتر ناس موجوده على الساحه دلوقتي ممكن تتكلم فيهم ان هم احسن ناس متواجده في الدوري المصري من ناحيه الحراسه. طيب بما اننا بنتكلم عن حراسه المرمى، الشناوي هو الاعظم والاقوى والافضل الحقيقه في حراسه المرمى. خلينا نطلع نشوف انفوجراف عن مشوار محمد الشناوي مع النادي الاهلي ونرجع نكمل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. طيب بشكل عام في الدوري العام المصري، مين افضل الفرق او مين الحصان الاسود حتى الان من وجهه نظرك في الدوري العام؟ برضو عشان اقول على حصان اسود في يعني انا الحقيقه معلش قبل ما تقول فضل. اسوان مثلا انا عاجبني جدا طبعا، الكابتن ايمن رمادي له دور ودور مهم جدا وكل شيء، ولكن انا بقول برضو كتكوين الفريق ووجود الكابتن ربيع وحضراتكم في جهاز فني موجودين، كابتن ايمن له دور مهم برضو الحقيقه، من الواحد لا يقدر ما يقدرش ينكر هذا الكلام، ولكن برضو كابتن ربيع له دور في تجميع هذه المجموعه من اللاعبين، حضرتك في دورك مع حراسه المرمى، بقيه الجهاز الفني. طيب بدايه الاول عايز اقول لكابتن ربيع ياسين الف حمد لله على السلامه، هو عمل امبارح عمليه قلنا له الحمد لله على السلامه. طبعا طبعا انا ما قلتلوش انا كلمته بس ما قلتلوش يعني بس انا لو تفتكر بعد ما مشينا من اسوان انا جيت قلت لك هنا اي مدير فني هيروح هيلاقي فرقه كويسه صحيح. جدا مزبوط. جدا ما انا بقول لك عشان كده يعني لان الحمد لله هيثم عرابي وكابتن ربيع عملوا فرقه كويسه جدا جدا، بس ما كانش كان بي 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 بيواجهنا سوء توفيق كبير جدا. اعتقد ان عمرو حسام ماشي بطريقه مميزه جدا كحارس برضو في اسوان. اللي انا عايز اكلمه ان اي كابتن ايمن رمادي طبعا ليه كل الشكر وليه كل الاحترام. انا بسال طبعا اكيد انت بتعرف كل الشغالين في نادي اسوان بيقولوا انه كابتن ايمن ده حاجه راجل بروفيشنال. ده كابتن ايمن راجل محترم. لا لا راجل بروفيشنال فعلا في الشغل سواء في الملعب وبره الملعب، ودي حاجه ايجابيه وهيزيد للدوري المصري وهيفيد الدوري المصري جدا. كل اللي عايز اقوله بعد كده ان فرقه زي اسوان تجمعتها اعتقد كانت كويسه جدا جدا جدا. فرقه بص يعني انا شايف ان اكيد تجميع فرقه فيوتشر هي الحصان الاسود بالنسبه لي، لان هي احسن فرقه متواجده على الساحه معاها المحله والاتحاد، وان كان فيوتشر والمحله دول احسن فرقتين من وجهه نظري، خاصه ان بابا فاسيليو عمل من المحله عمل من الفسيخ شربات بصراحه، خلاهم يلعبوا كره اوروبيه بطريقه كويسه جدا. هي بيبتدي من تحت وبيلعب جيم مفتوح وبيلعب 4-2-3-1 وبينزل الراجل ديفندر عشان يستلم من تحت ويطلع الناس ويطلع، يعني بيلعب معاهم كره كويسه جدا. عايز احيي عباية جمال لان هو اللي بيوصل الفكر كله بتاع بابا فاسيلو للعيبه. اعتقد زوران في فرقه الاتحاد عامل تجميعه كويسه وعامل فرقه كويسه، وقعوا بس في ماتشين ثلاثه وبعد كده بقوا كويسين. بس انا بتكلم في العموم، احنا بنتكلم في 7 ماتشات دلوقتي. صحيح. انا شايف في العموم دلوقتي ان دول من احسن الفرق اللي تجمعتها كويسه وظهروا بمستوى كويس، وانا شايف ان اسوان لسه اوعدكم ان اسوان لسه هتخش في حته كويسه تاني، يعني لان خاصه ان اسوان يمكن ما قدامهاش ماتش صعب غير ماتشين، فاعتقد في الفترات اللي جايه اسوان هتمشي بطريقه مميزه.
انا شايف بقى ان الداخليه والحرس الداخليه عامل فرقه كويسه، بس لحد دلوقتي الكوره مش ماشيه معاها، مش ماشيه معاها خالص يعني. انا الحقيقه انا سعيد بان اداره الداخليه لسه بخبطين على رضا، لانه الحقيقه فعلا عامل فرقه كويسه جدا والله العظيم، فرقه كويسه جدا، لعيبه كويسه جدا جدا جدا، ولكن الكوره مش ماشيه معاها، ما فيش توفيق. على العكس خلي بالك صغيرين في السن، لا وصغيرين، والافارقه اللي فيها خلي بالك افارقه مميزين جدا، معظمهم يعني عشان ما حدش يقول لي محمد نجيب، محمد نجيب لكن لا مش قصه، ما لازم يبقى عندك 3 4 لعيبه خبرات في الفرقه، صحيح، ده شيء طبيعي. الحرس يمكن هو الحاجه الوحيده اللي علامات استفهام كبيره، وحاجه مزعلاني، انت عارف برضو اللي لعب في الحرس، زعلان جدا اللي لعب في الحرس يزعل جدا على الموقف بتاع الحرس. دي نتائج طبعا مباريات الدوري المصري واحنا بنتكلم كده، سيراميكا والداخليه تعادل سلبي، سموحه واتحاد سكندري 2-0 للاتحاد، فيتشر و 1-0 على غزل المحله، بيراميدز وفوزوا على اسوان 2-1، ايضا الاسماعيلي بيفوز اخيرا على ام بي 2-1، الاهلي طبعا بيفوز على فاركو 2-1، والزمالك بيفوز على حرس الحدود 4-0، والنهارده المصري والمقاولون في مباراه كانت رائعه الحقيقه، التعادل الايجابي ما بين الفريقين 2-2. برضو عشان ندي كل برضو فرقه المقاولين مع كابتن عاملين طفره كويسه الحقيقه، ومن لا شيء يعني، مجموعه اللعيبه اللي عنده لعيبه صغيره في السن، مش لعيبه جايه بفلوس عاليه، ولكن السيستم اللي هو حاطه والطريقه اللعب اللي هو شغال بيها عامله فرقه كويسه جدا جدا، واعتقد انهم ماشيين بطريقه مميزه. عايز اهني كابتن ايمن الجمل على الهوا، الراجل ده مدرب كويس جدا. انا اتمنى ان كابتن ايمن يكمل ما يجيبولوش حد، لا لان انا قلت الكلام ده من 3-4 ماتشات، طيب اول ما مسك تاني ماتش لا تحس ان دور ابن البلد موجود، غير ان هو مدير فني جيد جدا وكفء الحقيقه، ويستطيع قياده النادي الاسماعيلي. ماشي، يعني اللي انا عايز اقوله اكيد كلامك صح، انا ما بتكلمش على حد غير لما اكون اشتغلت معاه طبعا عشان اعرف اقول الحقيقه. انا اشتغلت مع كابتن ايمن. اوكي. كابتن ايمن مدير فني عالمي بالامانه، راجل محترم جدا، مخلص، بيفكر في الكوره 24 ساعه في ال 24 ساعه، حقيقي بينام يفكر في الكوره، صحيح، مدير فني وعنده امكانيات كويسه جدا، عشان كده انا فرحان له جدا ومبسوط له جدا انه كسب، واتمنى له التوفيق، ويا ريت الاسماعيلي لو هيدوروا على حد والله ما هيلاقوا زي كابتن ايمن الجمل، حافظ كل حته ومفاتيح اللي بواب في الاسماعيلي، وحافظ كل حته في الفرقه، فاعتقد انه حافظ كل حته في الملعب، في الملعب بالظبط، فعشان كده انا بقول اسماعيلي في المركز ال 14 الحقيقه، بعد ما كان في المركز ال 17 او ال 18 يعني كمان. اعتقد انه وصل انه كان عنده نقطتين في من 3 مباريات كان عنده نقطتين بس، وخسر ماتش وتعادل ماتش وكسب ماتش، يعني الحقيقه كلنا بنتبسط الحقيقه عشان الاسماعيلي. طبعا الاسماعيلي فرقه من 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 اقطاب الكره المصريه وكلنا عارفينها، فاعتقد لا كابتن ايمن برضو من الناس اللي انا احب احييهم على الهوا، انما التجميع زي ما قلنا انا شايف ان المقاولين، اسوان، بيراميدز، محله، اتحاد، دول احسن 5 فرق من فيوتشر. اكيد فيوتشر من انا قلت فيوتشر، لا ما قلت، انا كنتش عايز اقول بيراميدز، كنت عايزه فيوتشر، لان يعني بيراميدز اصلا دلوقتي بقى له 3 سنين هو يعتبر من الفرق المنافسه الثالثه للنادي الاهلي والزمالك، فده شيء طبيعي جدا يعني. بس انا قصدي فيوتشر، لكن فيوتشر ماشيين بشكل جيد، لا ماشيين هايل مع كابتن علي، ماشيين هايل، فرقه محترمه، امكانيات كويسه، عندهم ضوابط مميزه جدا، بيلعبوا جيم مفتوح طول ال 90 دقيقه، حتى في ماتشنا لما اطرد منهم واحد لعبوا جيم مفتوح قدامنا ما قلقوش. في فرق تانية ممكن ترمي واحد تلاقيه ال 10 واقفين في ال 18 ما بيلعبوش كوره. وبمناسبه اللي انت بتتكلم، احنا بنتكلم انت تقريبا معظم الفرق اللي قلتها هي الاهلي، زمالك، فيوتشر، بيراميدز، غزل المحله، اتحاد سكندري، اللي هم الافضل. صح صحيح، يعني معاهم بص المقاولين، هتلاقي المقاولين تام، بعديها المقاولين. ما انا بقول لك سبحان الله والله، دول يعني، وتلاقي اسوان بعد كده بيقرب منهم، فبالتالي هي واضحه حتى في جدول الدوري. بقى اللي الواحد برضه لازم ينبسط له كابتن احمد سامي، بعد بدايه سيئه جدا جدا جدا، اخر 3 مباريات ياخد 7 نقاط من الحرس والداخليه، والماتش اللي فات كان على ما اعتقد اتعادل برضه الماتش اللي فات، ف7 نقاط دول حطوه في مكانه الطبيعي، وهيبتدي بقى يبص لقدام، لان تجميع فرقه سيراميكا تجميع مميزه، معاهم كابتن احمد سامي مدرب كويس. كابتن بس انا الحقيقه حتى انا قلت لاحمد كنا متوقعين لاحمد افضل، او يعني السيراميكا افضل طيب من كده يعني. انا معاك مع مجموعه اللاعبين اللي أكيد موجودين، اكيد، بس انا معاك يعني نقطه كبيره مهمه، ان سيراميكا غير جلده، صحيح، بمعنى مشى
19 لعيب باين وجاب 21 او 22 لعيب، فبيبتدي اكنك بتجمع فرقه من اول وجديد خالص. فعايزه وقت، عشان كده انا مبسوط انه كسب الماتشين اللي قبل ده وتعادل اللي فات، فعنده 7 نقاط من 9 نقاط في فتره صغيره جدا، هتخليه يبني على كده ان العمليه يبقى فيها هدوء نفسي، التركيز يزيد، المكسب زي ما احنا عارفين في الكوره المكسب بيجيب مكسب، ودي قدرات لعيبه، عنده لعيبه مميزه. انت عندك خط هجومي ولا اروع يعني، اذا كان جون ايبوكا ومعاه احمد ياسر ريان واسلام ومحمد ابراهيم، فلا عنده فرقه كويسه جدا، بس عايزه ثبات، واعتقد ان هم هيبتدوا من دلوقتي بعد كده ان شاء الله يمشوا كويس. المباريات اللي جايه ان شاء الله يوم الجمعه 23 ديسمبر الاتحاد هيلاقي سيراميكا كليوباترا، ده هيبقى ماتش حلو قوي قوي قوي، هيبقى ممتع. الاتحاد وسيراميكا ده هيبقى ممتع، هيبقى كله كوره. وفي اسكندريه كمان على استاد اسكندريه هتبقى الدنيا جميله، هتبقى حاجه جميله. الداخليه وبيراميدز يوم برضو الجمعه الساعه 7، ماتش حلو برضو، ماتش حلو وجميل، بس هتبقى مشكله للداخليه. الداخليه يعني هيبقى عنده مشكله ان ملعب السويس، انا شايف ان هم اختاروا ملعب مش ملعب السويس كبير وواسع جدا، ملعب السويس الجديد اللي بيلعبوا فيه. مع فرقه زي بيراميدز هتفتح لهم الملعب، هيلعبوا في 90 متر، هتبقى المشكله كبيره جداً. خصوصا الناحيه الدفاعيه عندهم مش قويه، هم هجوميا مميزين ولكن الدفاعيه عندهم مش قويه، فاعتقد ان هيبقى ماتش سهل شويه للبيراميدز، ولكن هو هيبقى ماتش ممتع كده. اسوان وامبي، وبعد ما امبي مشى كابتن احمد كشري واسوان ماشي بخطى جيده جدا، حتى المباراه الاخيره خسر قدام بيراميدز 2-1، خسر قدام بيراميدز 2-1 في الثواني الاخيره، والمباراه اللي قبلها كان كسبان ماتشين اللي قبلها دي كان خسران، لا كان كسب فرق 1-0، عامل ماتشات متميزه، كسب فرق 1-0 وكسب سموحه 1-0، والماتش اللي فات كان خسران من بيراميدز. صحيح. اسوان وامبي النتيجه من وجهه نظرك من سيكون في هذه المباراه؟ اعتقد في ملعب اسوان هتبقى الافضليه لاسوان، خاصه ان انبي هيبقى الفرقه، خلي بالك ما جالهاش مدير فني لحد دلوقتي، والماتش يوم السبت والنهارده، يعني انت بتتكلم حتى لو جاب مدير فني بكره هيشتغل خميس وجمعه، هتبقى صعبه جدا. هيبقى في شتات للعيبه مش مركزه، فاعتقد مع اسوان لا هتبقى النتيجه لاسوان ان شاء الله، يعني ما الله اعلم، بس احنا بنتوقع في الكوره، فاعتقد النتيجه هتبقى لاسوان اكتر يعني. غزل المحله وفاركو، ماتش ممتع جدا، خاصه ان كابتن ايهاب جلال بعد ما مسك فاركو خلى الفرقه تلعب. خلي بالك فاركو قبل ماتشنا ما كانش بتروح على الجون غير بكورتين، في ماتشنا يمكن بيلعبونا كوره بطول الملعب ومش فارق معاهم، وبيضغطوا على النادي الاهلي من قدام، وشويه يضغطوا من قدام، وشويه يستنوا في نص ملعبهم ويلعبوا على المرتدات، فلا طريقه اللعب اتغيرت تماما من نونو الميدا الكابتن ايهاب جلال، حتى هو قال لهم انا هلعب بطريقتي، ده الكلام اللي حاصل يعني، هلعب بطريقتي واطلع الكوره من تحت زي ما انا عايز، واغلط مره واثنين وثلاثه، بس المره الرابعه هقول لك لا ما ينفعش، اغلط مره واثنين وثلاثه لحد ما تتعود وهتعمل كده. فاعتقد لا ماتش هيبقى ممتع، خاصه مع بابا فاسيليو، الفرقتين كره مفتوحه او انت عارف اللي هي المدارس الكره الجميله، واعتقد هنشوف ماتش ممتع جدا. البنك الاهلي برضو مع حرس الحدود، مباراه يعني بص هو يعني اولا كابتن حلمي طولان هيلعب في ملعبه في الحرس، ده ملعبه الرئيسي يعني، ده طول عمره مولود فيه، اعتقد هتبقى مباراه صعبه على الحرس، على كابتن ايوب، واتمنى انه يعني كابتن ايوب يستفيق بس يكسب مباراه واحده عشان الدنيا العجله تمشي معاه. طيب الطلائع وفيوتشر من امتع الماتشات اللي هتشوفها، لان ماتش حلو صح؟ ماتش حلو جدا، وخصوصا في ملعب الطلائع، الملعب لا سوري في ملعب فيوتشر الملعب مش هيبقى ضيق وهيبقى مفتوح، اللي هو ملعب السلام، فاعتقد لا هتبقى مباراه جيده جدا. اسماعيلي والمصري وديربي القناه، طول عمر ديربي القناه كله متعه اكيد، الفرقتين وكابتن كابتن ايمن هنا والناحيه الثانيه كابتن حسام، لا اعتقد هيبقى ماتش برضو الى حد ما حلو. المقاولين العرب والزمالك، ده هيبقى طبعا المباراه دي هتبقى يوم الاحد، الاسماعيلي والمصري، المقاولين العرب والزمالك، والاهلي وسموحه، يعني كل الفرق الجماهيريه في يوم واحد برضو الدنيا، انا شايف ان كانوا خلوها خلو يوم يعني يوم كده ويوم كده ويوم كده، ما هو الاهلي والزمالك انت عارف لازم يلعبوا في ماشي يوم واحد، يوم واحد دي ماشي، انما مثلا فرقه الاسماعيلي والمصري ده ماتش جماهيري جدا، ده محافظتين كبار صحيح، فيعني كان يبقى الواحد احسن وما يتلعبش الظهر، ده يتلعب بالليل يا جماعه، يتلعب بالليل يعني الماتشات الممتعه دي تتلعب صحيح بالليل. صحيح دي وجهه نظري، انما طبعا مباراتين في غايه الاهميه. انا عايز اتكلم في نقطه مهمه، ان على الورق مباراه النادي الاهلي اللي رايحه صعبه جدا. ليه؟ هنتكلم عن النادي الاهلي، ولكن انا برضو عشان اتكلم عشان المنافس، المنافس عنده ماتشات سهله يعني، لما تيجي تبص الزمالك عنده مقاولين، داخليه، اسوان،
اسوان اتحاد، لا مش اتحاد، اسوان حد تاني وبعدين النادي الاهلي. اعتقد الطلائع، مش فاكر. الاهلي بقى عنده حدث ولا حرج، عنده بعد سموحه سيراميكا، بيراميدز، الاتحاد، الزمالك عنده المقاولين، بعد كده الاسماعيلي. ماشي، المقاولين والاسماعيلي، بس يعني ماتش الزمالك والاسماعيلي بيبقى حلو على طول. فمش دي قصتنا دلوقتي، احنا بنتكلم في الماتشات اللي هي الايه، الماتشات القويه. اعتقد ماتشات النادي الاهلي اقوى بكتير من ماتشات نادي الزمالك، عشان كده كل مباراه لينا في الفتره اللي جايه، الست مباريات اللي جايين عايزين تحديدا، نكسبها بكل الطرق ان شاء الله. الثلاث نقط مهمين جدا جدا. طيب خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هنرجع نكمل بقى مع حضراتكم ونتكلم في مباراه الاهلي وسموحه وروح الفانيلا الحمراء. فوزي برضو مباراة مهمة جدا، مباراة الأهلي وسموحة. المباراة السابقة كسبنا 2-1 في الدقيقة 96 و20 و16 ثانية، 96 و16 ثانية. أيضا المباراة اللي قبلها كان هناك تعادل مع نادي فيوتشر وبيلعب ب10 لاعبين. الأداء الناس شايفاه قد يكون من وجهة نظر البعض ليس كما يراها أو كما يحب جمهور النادي الأهلي. رأيك في مباراة سموحة إيه؟ وهل لسه كولر بيتحسس لاعبيه؟ اكيد كولر هيتحسس لاعبيه لحد فتره قريبه، يعني اعتقد لحد يعني ممكن شهر واحد اللي جاي، انما هو لم فكره كويسه جدا عن اللعيبه. ايوه، اعتقد انه كون ان هو يصمم مثلا واحد زي كريم فؤاد كهاف رايت، فهو خلاص هو اقتنع بيه ومش هيغير القناعه دي. كون انه يدي الماتش اللي فات سافيو كسترايكر خافي او يلعب ب 4-2-3-1 من غير سترايكر صريح وسافيو يلعبها، اعتقد دي برضو لسه بيتحسس. ما بي يعني مش 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 كل مش كل حاجه ليه فيها قناعات. قبليه كان موجود تاو، كان بيلعبه، كان اقتنع بتاو، ولكن تاو اتصاب للاسف. كل اللي انا عايز اقوله ان لسه بدري، طول ما انا يعني موجود لسه بدري. انما خلي بالك من نقطه مهمه جدا يا كابتن اسلام، الناس خايفه وقلقانه من سيناريوهين الموسم الماضي. ابتدينا بنفس القصه وابتدينا ان احنا ماشيين كويس جدا بنكسب كل الماتشات، وبعدين ابتدى يحصل هبوط في المستوى نتيجه تتالي المباريات، واللعيبه ما كانتش بتاخد فترات راحه كويسه، وده اللي هيحصل الدور الثاني خاصه مع وصولنا كاس عالم للانديه. فهيحصل الكلام ده، هيبقى في منافسات للمنتخبات، ولاعيبتك برضه هتروح تلعب منتخبات، فانت هتضغط برضه الدور الثاني. فلو ما خلصتش الدور الاولاني في هتبقى مشكله كبيره جدا ليك في الدور الثاني، عشان كده الناس خايفه. وعشان كده انا دايما لما سمعت برضه كويس ان حضرتك معايا فوزي النهارده واحنا بنتكلم عن هذا الامر، عجباني حضرتك دي اقول حلو حضرتك، ما انا متعود اصلي، معلش بعدين انا وانت واحد يعني. ف دايما لما جيت اسال وابص على التصريحات مثلا من الحاج عامر حسين، لقيته بيتكلم على ان الاهلي او ان اتحاد الكره اتوضع في ورطه يعني بعد وصول النادي الاهلي لكاس العالم. مش قصده حاجه يعني، مش قصده على النادي الاهلي، ولكن ان هو كان مرتب نفسه ان الدوري مثلا هيخلص يوم 1/5 او حاجه و20/5 على 30/5 حاجه كده يعني، نهائي 5، فبالتالي كده هيبقى صعب ان هو هيستمر الاطول. طيب فانا قلت يعني مش ذنب يا جماعه ان انا بمثل بلدي، ومش ذنبي ان انا بطلع العب في كاس العالم، والنادي الاهلي لم يطلب ان هو يلعب في كاس العالم. وبرضه هرجع اقول يعني لا، ما يطلبش الاهلي يطلب، لو كان يعني لو افرض لو كانوا مثلا لا قدر الله حطوا فرقه ثانيه كنت هتطلب بحقك، ده حقنا. انما هي مش قصه، مش في كده القصه، ان احنا مجبرين على كده. انت زعلان كاتحاد كوره، وخلي بالك احنا كل انديه الدوري هتبقى زعلانه، لان في ماتشات في اسابيع هتتاجل بالكامل. صحيح، حوالي 3 اسابيع هيتاجلوا بالكامل، لان الاهلي هيحتاج 4-5 ايام قبل ما يسافر، قبل يوم واحد. صحيح، فهيسافر مثلا يوم 25 يناير، ويرجع مثلا ان شاء الله بعد 11 12 13، يا رب يرجع 13، المهم يعني. فانت هتوقف الدوري الاسبوعين دول، هيبقى حوالي 3 مباريات، فكل ده هيتاجل بعد كده. انما دي مش مشكلتك انت، انت جات لك، هقول لك حاجه، انت دلوقتي حد ماشي وحصل له اي حاجه وجاله مثلا لعيب وقع منك، طب ما انت كاداء كفريق كمدير فني بتحاول تلاقي بديل للفريق ده. انت صحيح، بقى هي دي قصه، انت كاتحاد كوره لازم تلاقي بدايل لوصول النادي الاهلي لكاس العالم. هتضغط زي ما بتعمل، هتضغط ماتشاتنا تخلينا كل 3 ايام ماتش، ولكن في الاول وفي الاخر ما تقولش ما مش عارف ايه، انا اسف. لا، هو الحاج عامر طبعا مش قصده ان هو زعلان، الحاج عامر قصده ان لا هو مش زعلان من النادي الاهلي. هو زعلان من الاهلي، هو زعلان ان احنا ازمنا الدوري عليه.
بس يعني تمشي يا حاج عامر معلش خليها علينا المره دي يعني. كاس عالم برضه. بالظبط. فلا ده شيء طبيعي بالنسبه لنا. اعتقد ان وصولنا لثالث سنه على التوالي ده رقم انجاز برضه يعني. خلي بالك هنا طبعًا. في افريقيا ده طبعًا. يعتبر انجاز حتى وان كنا في الوصافه ولكنه انجاز كبير طبعا. اخيرا فوزي المباراه اللي جايه برضه مباراه الاهلي وسموحه وجهه نظري ان روح الفانيلا الحمراء هتفرق يعني مش المباراه اللي جايه بس ولكن مجموعه المباريات القادمه. ده اللي احنا نتمناه. بص يعني كمحبين ومشجعين ومحللين نتمنى ان الاهلي الفرقه ترجع للروح والانضباط. خلي بالك الماتش اللي فات اكتر حاجه كانت مزعلاني اول 20 دقيقه في الشوط الثاني ان احنا نكون ما كانش في روح خالص اللهم الا 2 3 لعيبه والباقي روحهم. عارف الروح قلت امتى؟ بعد التغييره بتاعت حسام حسن وشريف ابتدت الروح تعلى شويه وابتدى يبقى الهجوم اكثر خطوره. انما قبل كده تحس ان اللعيبه يعني في حاجه مش مظبوطه. عشان كده اتمنى ان الروح بتاعت اللعيبه ترجع وروح الفانيلا الحمراء ترجع. اعتقد مباراه مهمه جدا. مباراه زي ما بقول لك هي بدايه في السته الكبار ان شاء الله. خلي بالك الناحيه الثانيه كابتن طارق العشري في سموحه بيواجه انتقادات كبيره جدا 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 فهتبقى بالنسبه له عنق زجاجه ليه هو كمان. فانت رايح لازم يبقى حاطط في دماغك الحاجات دي ان انت رايح تلعب فرقه هي جايه. كابتن طارق العشري اكيد هو طريقه لعبه اصلا يعني بيخنق اي حد في الملعب انت عارفه حافظه يعني طبعًا. تمام. فتخيل بقى لو هو برضه مزنوق هيعمل ايه؟ فيخنقك اكتر بيلعب النادي دفاعيا يعني. دفاعيا عشان محدش يفهم كلامك غلط. دفاعيا انا قصدي دفاعيا في الملعب يعني. فهتبقى المباراه صعبه جدا. لازم الاهلي يشتغل على الاطراف لانه هيخنق لك النص كويس جدا جدا جدا. لازم يشتغل على انه يعمل كروسات. للاسف احنا ما عندناش حد بيلعب بدماغه كويس في الناحيه الهجوميه يمكن غير حسام حسن. عشان كده هتبقى المباراه صعبه على النادي الاهلي ولكن ان شاء الله ان شاء الله بثقه ربنا ان شاء الله هنعدي على خير. نورت يعني حبيبي. انا بشكرك جدا على وجودك معانا دكتور احمد فوزي. الحقيقه دايما بستمتع وهو موجود معانا. شكرا جزيلا يا نجم على وجودك معانا.